لازم تعطي كل نفسك للمطالعة، للقراءة، للدراسة. أعطني كلك أعطك بعضي. علمانا شلون كانوا يلتهمون الكتب؟ زاحم العلماء بركبتيك، جيت شفت مليان المكان، ما في مكان، دخل نفسك. إن الله يحب المستهتر بالعلم. الاستهتار مو مطلوب في مكان إلا بالعلم. اي والله اللي ما يخجل، وما لازم نخجل أصلا بالعلم. أصلا علم مجاله ما في خجل. أنا والله أخجل أسأله، أخجل هالسؤال معين شوية يخجل. لا ماكو شيء، لا حياء في العلم ولا حياء في الدين، ما في شيء اسمه حياء. هذا واحد، أن تدرسوا دراسة حقيقية، تصيرون علماء حقيقيين، مو ادعاء العلم، ادعاء ما ينفع. اثنين، التثقيف الذات، دراسات الحوزوية ممتازة وهي جيدة، لكنها لا تكفي، لأنك لا تستطيع أن تصعد المنبر وتتحدث للناس عن الدراسات التي تدرسها في الحوزات العلمية، ما يمكن. يعني تصعد فوق المنبر تبدأ تقول عن المنطق، منطق أرسطو، ناس شنو تفهم؟ شنو فائدتها لهم؟ ما له فائدة لهم، لأن المنطق هو ما بي فائدة إلا بمقدار معين وكمقدمة لغيره. أما تحكي لك منطق للناس ما ينفعش. أو تجي الدراسات العليا اللي تدرسها، مثل الدروس اللي المراجع يعطوها درس الخارج، لو هذا درس الخارج تعطيل الناس ما ينتفعون به، فما يدري ليش يتناقشون دول على الموضوع وذاك الموضوع. تحتاج إلى جلب الدراسة العلمية، إلى التثقيف الذاتي. كتب دائما تقرأ، وأقول دائما يعني حتى بالفواصل بجيبك لازم في كتاب، بجيبك قلم وورقة وتسجل. مثالين أضرب لكم إياه. واحد، أحدهم يقول ركبت مع شخص، كنت واقف أنتظر سيارة تاكسي، سيارة أجرة، واحد وقف لي قال وين رايح؟ قلت له فلان مكان. قال إن رايح نفس المكان، تفضل. قعد بالسيارة، قال لي أنت تقرأ كتب؟ قلت له لا والله ما عندي وقت. قال ما عندك وقت؟ قلت له لا. هذا رجل مو من رجال الدين، مو عالم. فقال لي تشوف هذا الكتاب؟ قلت لي. قال لي شوف العلامة ماله، هو شوف الكتاب ضخم، علامة المطالعة، واحد لما يطالع يخلي علامة آخر الكتاب. قال في نظرك أنا هذا الكتاب وين قاري؟ قلت والله محصل لك فرصة طويلة كم يوم قاعد بالبيت ما عندك شغل وعمل وقرأت الكتاب. قال أبدا، هذا الكتاب أنا قرأته داخل السيارة في حالة السياقة. قلت له شلون تقرأ في حالة السياقة؟ قال يوم من الإشارة حمراء وأضطر إلى الوقوف أفتح الكتاب أقرأ. قلت له بعدين إذا الإشارة صارت خضراء؟ قال لا لا تخاف، اللي ورايا يدق هرن علي يقول يلا تفضل، أسد الكتاب وأمشي. الكتاب فقط قرأته في هالفواصل. شنو هالفواصل؟ مو من أعمارنا، مو من أعمارنا. فترة من الزمن، أيام اللي كان عندنا توفيق وندرس مع طلبة العلوم الدينية، أتذكر كنت مخلي في جيبي كتاب في المرافق الصحية، أقرأ هذا الكتاب. كل الكتاب قرأته في المرافق الصحية. شنو أعمارنا هناك متنقضي؟ ما ينحسب من عمرنا؟ هم من عمرنا، هم تقدر تكتب تقرأ كتاب هنا؟ تستطيع أن تقرأ كتاب في كل مكان، وإلى آخر لحظة من حالة اليقظة جاك النوم سد الكتاب. وكان علماؤنا يقرؤون والكتاب يوقع على وجهه، يعني إلى آخر لحظة يقرأ، وما يفتح عينه ما تفتح الكتاب يبدأ يقرأ. قراءة مستمرة ودائمة فيما يرتبط بالتثقيف الذاتي، أي قراءة الكتب التي فيها الثقافة الدينية، الثقافة الإسلامية، كتب عامة وليس فقط الدراسات العلمية المتخصصة التي تدرسونها في الحوزات العلمية. ثلاثة، الروايات، الأحاديث، القرآن الكريم. عادة طلاب العلوم الدينية يقرؤون النحو والصرف،
تدري أدنى طريقة أنه تتعلمون النحو والصرف بدون هذا التعب كله، وأحسن من هذا التعب بكثير. شلون؟ احفظ لك نصوص نهج البلاغة، هاي تعلمك الفقه وتعلمك الأصول وتعلمك النحو وتعلمك الصرف وتعلمك البلاغة وتعلمك الفصاحة وتعلمك الدين وتعلمك الحياة وتعلمك الحكمة، لأن النحو والصرف عبارة عن ذوق العرب. النحو والصرف مو قوانين إلهية نازلة، العرب هكذا كانوا يتكلمون. إذا قالوا كان يقولون كان علي شجاعا، فعلي مرفوع وشجاعا منصوب، اسم كان وخبر كان. اجوا ناس خلوا له تفاصيل. اذا واحد متعلم يقول كان علي شجاعا، اذا جاب كان الاسم عنده مرفوع والخبر منصوب، ما يحتاج يقرا القاعده، مو ضروريه. يعني الطفل الصغير من العرب يعرف ان الشمس مؤنثه، يعني الشمس مره، لا مؤنث مجازي. الطفل ما يعرف مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، بس يقول طلعت الشمس، هو ما يقول طلع الشمس. هذا كافي أنه يتكلم اللغة بشكل صحيح. أفضل طريقة أن تحفظ خطب نهج البلاغة، وكتاب نهج البلاغة كتاب يقرأ من آخره لا من أوله، ابدأ من آخره، من الحكم، باب الحكم، باب الرسائل، ثم باب الخطب. احفظ نهج البلاغة، احفظ الروايات. احنا كل هاي الامور اللي ندرسها مقدمة لكي نعرف بصيرة اهل البيت سلام الله عليهم في الحياة. فاذا اهملنا كلامهم وخطابهم ورواياتهم واحاديثهم وحكمهم، يعني احنا مثل فد واحد مخليل درج، لكن هذا الدرج ما يصعد للسطح، يصعد وينزل، يصعد وينزل. عمي يصعد على السطح، روح للسطح، هذه مقدمة للسطح، قدم لذاك. ترى العلم عندهم، المعرفة عندهم، الحكمة عندهم. حكمة واحدة من حكم أمير المؤمنين تحيي أمة،